زيت التين الشوكي ولا زيت الهندي كما معروف في تونس، وهو زيت أصله من المكسيك، انتشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبعدها في أمريكا في القرن الخامس عشر، وهو زيت مستخرج من بذور الهندي 100% طبيعي وعالي الجودة، لونه أصفر ميل للأخضر. يستعملوه في برشا خلطات طبيعية للعناية بالوجه كمكون أساسي، خاطره يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B5 والأحماض الدهنية الأساسية، مضادات الأكسدة والعديد من المعادن الأساسية. ويعتبر زيت الهندي من الزيوت النادرة والثمينة اللي عندها برشا فوائد. زيت الهندي يناسب جميع أنواع البشرة، يكافح الشيخوخة، يأخر ظهور التجاعيد، يمنح الوجه النضارة والحيوية والشباب، يحميها من أشعة الشمس الضارة، يرطب البشرة بشكل فعال ويحميها من الجفاف، ويخلصها زيدة من البقع الداكنة، يغذي الوجه ويجدد الخلايا ويمنحها المرونة ويمنع تشكل الهالات السوداء حول العينين. عنده فوائد على صحة البدن زيدة، وين يخفض ضغط الدم المرتفع ومستوى الكوليسترول الضار في الدم، ويعزز قوة العظام والأسنان والمفاصل، يهدي الأعصاب، يخفض الوزن، ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ينظم عملية الهضم ويسهل هضم الدهون والوجبات الدسمة، يخلص الفم من الروائح الكريهة، وينشط جدار المعدة والأمعاء، ويعالج الإمساك، وينظف الجهاز الهضمي من الفضلات الضارة. يغذي زيت الهندي بصيلات الشعر ويزيد من قوتها ويقلل تساقطه، ويعالج زيدة مشاكل فروة الرأس ويرطبها، يمنح الشعر الحيوية واللمعان ويمنع التقصف الأطراف، وفيه الشفاء إن شاء الله.